أي استفتاء الآن وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات ميليشيات الإخوان وعصابات الإرهاب ضد المعارضين والمتظاهرين، يعكس رعونة وغيابا فاضحا للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطرا على أمنها القومي. كما تحذر الجبهة من إجراء استفتاء في غياب واضح للأمن وفي ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لإجبارها على مواجهة المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة، كما تستنكر استهداف وسائل الإعلام والإعلاميين بحملات من الترهيب والترويع. إن جبهة الإنقاذ الوطني تجدد دعمها للموقف الوطني المشرف لقضاة مصر الأجلاء في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون. تدعو الجبهة جماهير شعبنا العظيم لمواصلة الاحتشاد السلمي في مختلف ميادين التحرير في العاصمة وفي المحافظات يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2012، رفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة ورفضا للاستفتاء على الدستور الذي يعصف بالحقوق والحريات. وتؤكد الجبهة أن القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجها الاجتماعي المناقض للشعب المصري. وتؤكد الجبهة أن القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجها الاجتماعي المناقض للشعب المصري برفع الأسعار وزيادة غلاء المعيشة وإرهاق كل الأسر المصرية. وسوف تنتصر في النهاية إرادة الشعب. وعاشت مصر وعاش نضال المصريين ضد الاستبداد. الرفض معناه الرفض، إننا ضد هذه العملية من أولها لآخرها. نحن ضد الإعلانات الدستورية الأولى والثانية التي أصدرها الرئيس، لأنها تصدر من غير ذي صفة، وهي والعدم سواء، لأنه ليس له حق أن يصدر إعلانا دستوريا من الأساس. اثنين، نحن ضد مشروع الدستور المشوه والباطل الذي خرجت منه كل القوى الوطنية المصرية، وخرجت منه القوى الاجتماعية العمال والفلاحين والطبقة الوسطى، وخرجت منه الكنيسة، وخرجت منه المرأة، وخرج منه المثقفون والمفكرون، قوة مصر الناعمة. نحن ضد الدعوة إلى استفتاء على مشروع غير متوافق عليه للدستور، ونطلب أن يكون هناك فترة زمنية كافية لكي يتناقش الشعب المصري حول دستور توافقي يليق بثورة 25 يناير ويليق بتراث الشعب المصري سواء في نضاله أو في تراثه الدستوري في التساتير الموجودة بصور مختلفة منذ بداية الدولة الحديثة.